لكن فعلا اي شيء تلقاه حلو من الاثنين هذول مبدعين. ابي مين المنشد المفضل مسير القاضي اللي يستمتع فعلا بشيلاته وبادائه؟ عندك طال عمرك رقم واحد خالد ال بريك. انا اسمع له. المنشد الثاني طال عمرك فيصل المداري. فيصل المداري اسبيعي. نعم صحيح والله يستاهلون كلهم. طيب هذول اسمع لهم. حافظ لهم شيء؟ والله اني ما حافظ، لكن من ضمن شيلات فيصل المداري اخر شيله شالها توجد اتوقع. تقدر تسمعنا؟ والله اني ماني بحافظ. طيب كم شيله؟ 20,000 شيله. لا هم ما شاء الله مبدعين. اي والله الله يوفقنا وياهم. اللحن اهم شيء اكيد. طيب اول ما بديت مو بكتابه الشعر، فالشيلات. حلو. نعم شاركت في المهرجانات في المجمع. ابي اول شيله انت شلتها هل اذا انت حافظها تقدر تقولها؟ وكان ايش كان انطباع الناس عنها؟ كان طال عمرك اول شيله شلتها وسجلناها عمل ابو ريت يوم كان الملك سلمان امير منطقه الرياض زار المجمع. ما شاء الله. وانا شاركت فيها الكلام هذا الظاهر عام 1427 او 28. 27 او 28. لكن اللي اذكر منها بيت يقول سلمان سلمان يا عز غالي يا مرحبا باسم الديار يا مرحبا باسم سدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قديمه هي والله قديمه. سلمان يا انت فاجأتني في سؤالك ذا. لا ما بفاجئك، انا الاسئله موجوده كل شوي بعطيك سؤال اسئله. سلمان سلمان يا عز غالي يا مرحبا باسمي وباسم الاهالي الى اخر. هذا اللي انا تذكر بس مطلع البيت هذا هو اللي ما نسيته. حلو. طيب بداية مسير في الإنشاد أو الشيلات أو كذا، هل كانت عن طريق من المدارس؟ عن طريق المدرسة. كانت في أي سنة؟ سنة صف ثاني ثانوي. جميع احتفالات إدارة التعليم كنت أشارك فيها. هم يطلبون مشاركتي. طيب على مستوى المحافظات. طيب سين سؤال. أول شيء بقول لك شغلة. سم. وهذه في ناس ترى لاحظوها. حلو. في شبه بين ضيفنا لهذا اليوم. حلو. وبين احد المتسابقين. من هو المتسابق ذا؟ انت من تتوقع اللي يشبهك من المتسابقين؟ ترى في تعليقات كثير قالوها. تركي غويزي. تركي غويزي؟ والله اني قلتك كذا صدفه. لانه فعلا يعني حتى اقرا بعض التعليقات انه هذا الضيف يقرب لتركي. لا والله لا اعرف في شبه من تركي. والله لا اعرف الا في البرنامج بس. الشبه موجود. طيب توقعت والله اني متوقع اني اشبه له. فيه بعض التعليقات. حلو. طيب يا عزيزي تقول لي انت شاركت البدايات ايام الثانوي ثاني فعلا ثانوي. يعني مين اللي كان يدعمك في هذا المجال؟ هل في ناس وقفوا معك ولا انت لحالك اللي؟ والله كان اول مشاركه في المسرح في المدرسه. جيت وقالوا من عندهم قصيده او كذا وشاركت وبعدها هم يطلبوني الى على مستوى المحافظه من المدرسه مشاركه واحده على مستوى المحافظة. أي احتفال يجي مثل الملك سلمان يوم كان أمير رياض جل المجمعة يمكن جاء مرتين أتوقع شاركت مرة الأولى والمرة الثانية. طيب أنا عندي موضوع. اجلس يا بابا حبيبي. موضوع حلو يتعلق بالشاعر والمنشد. حلو. أنت الآن ما شاء الله بما أنك جمعتهم اثنينهم المعروف أنه
القصيدة في وقتنا هذا تنتشر من عن طريق المنشد. المنشد فعلا. عرفت؟ فعلا. الشاعر يتعب والمنشد يتعب ويكتب القصيد والمنشد هو اللي ينشرها. فعلا فعلا. مسير القاضي بما أنه الآن هو ما شاء الله شاعر ومنشد بنفس الوقت، هل يقول أنا قصائدي أنا اللي أنشرها وأنا اللي كفيل بنشرها، ولا أنه لا أنا أحب أسمعها بصوت غيري؟ لا والله أحب أسمعها من المنشدين. من غيرك؟ صراحة نعم فعلا. طيب في سؤال شوي ممكن أنه محرج بس أنه أنت فاجأت أنا بس إليها ما حسبنا حسابها اليوم. هل في شعراء يبيعون قصائدهم مثلا؟ فيه. هل مسير من النوع هذا؟ لا والله. طيب لما انا اكلم منشدين ابغاهم يشيلون الشعر الفلاني او القصيده الفلانيه اللي انا كاتبها، حلو، فري ولا انا اعطيه او هو يعطيني؟ لا، المنشدين اللي لك علاقه معهم بيقول ادفع حق المبلغ الاستوديو 2500 3000 بس حق الاستوديو. طيب واذا ما لي علاقه معهم؟ اذا ما لك علاقه معهم انا مثلا ما اعرف نادر الشراري، انا شاعر وابيه يشيل قصيدتي، اقل شيء بيشيلها لك ب 15000. له هو. انا عندي الزواجات الان. الزواجات انا اكتب يعني ادفع لها، المقصد مو المقصد كم اعطيها، المقصد القصيده اللي انا ابغاها مثلا مهديها لشخص او قصيده انا ابيها يشيلها انا اللي ادفعها اذا ما مون على المنشد يعني. كامل التكاليف. التكاليف بالنسبة للزواجات لا، هم اللي يتكفلون فيها. طبعا القصيدة اتفق معهم مبلغ كذا، والمنشد بكيفهم، في منشد من 3000 الى 20000. حلو، يعني الزواجات انت تطلب مبلغ؟ اطلب مبلغ نعم احدد. حلو. مبلغ كذا. كويس. نعم. الله يوفقنا وياكم. وياك.